السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم من عطر حالي. يا جماعه احنا في صرف مزارع للاسف، يعني صرف المزارع عمل لنا هوسه. صرف المزارع بيبقى فيه سمك كبير، السمك ده بيشد، بيفتح ظنان، حاجه متعه بصراحه، ولكن بيحتاج صبر جامد جدا جدا جدا. من حلاوه السمك ده ومتعته ما بقناش عارفين نصطاده في ميه تانية. يعني احنا في صرف كبير، الصرف مش مراضينا، يعني بناخد لنا 2 كيلو سمك في الصيده، ساعات اقل ساعات اكتر، ومع ذلك مش عارفين نغير الميه. فعايز نعرفكم يا جماعه ان اللي بيتعود على صيد صرف المزارع بيبقى صعب عليه ان هو يصطاد في ميه تانية، وده عيب خطير جدا من عيوب الصيد في صرف مزارع، بيعمل لك هوسه. احنا توفقنا، خدنا سمكة كبيرة هنوريها لكم دلوقتي. الاكشن بتاعها جميل وعملت متعة جميلة. الصنارة يا جماعة، عشان نختار صنار للغلة في صرف المزارع، الصنار ده ليه مجموعة عوامل. يعني مثلا على سبيل المثال، انا لو الدور عندي بينقر والسمكة ما بتكملش وما بتعلقش، يبقى انا محتاج ايه؟ نعمل صنار معوج. ممكن ان هي ايه الصنار العوج ده يشبك فيه. لو مثلا سمك بيطلع على المرايه كتير، ممكن نصغر الصنار. لو الدور فيه سمك ومش واكل، بنحتاج صنار كبير، عشان بحيث ان وانا بنضرب لو السمكه مش واكله نلطش السمكه. دي شويه معلومات خفيفه كده، ان شاء الله لو مهتمين بيها اكتبوا لي في التعليقات نعمل لها حلقه ايه كامله. تحياتي ليكم. بصوا والله يا جماعه احنا بنتعب جامد في الفيديوهات دي، فمش طالبين منكم، لو انتوا بتستمتعوا بيها مش عايزين اكتر من ايه، من لايك بس. تحياتي ليكم ونتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله. ماشي ماشي حاج محمد، يا رب استرها. الله كنت متكلم عم محمد الاسمر على التليفون، ونبص لقيت السمكه دي خدت. احلى مسا عليك يا اسمر يا بتاع زمان. السمك يا جماعه الكاميرا بتبينه صغير، هو ما شاء الله بيبقى سمك فرد، فانا هنوري لكم السمكه دي على حقيقتها. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بص يا جماعة، بص البطن عاملة إزاي جنب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السناب، شايفين السناب؟ اللهم لك الحمد. خلي بالكم والله العظيم الكاميرا كتير بتظلم السمك. السمك ده اكبر ما انتوا شايفينه.
الله أكبر. تعالى يا حلو. مش عيب عليك تبقى بالحجم ده عمال تلعب اللعب ده. مش عيب يا جماعة يبقى بالحجم ده ويلعب اللعب ده؟ ها طبعا انتوا شايفين كف ايده اهوت ماسك راسه، الحجم طبعا معروف كده. سهل الحال يا رب. الادوار فيها سمك بس لسه مش راضيه تاكل، بس كويس يعني الحمد لله والشكر لله. بصوا يا جماعه البركه، يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله. صلاة النبي، كان أول ما نزلت راح واكل يا جماعة ربع ده. يا ما شاء الله حتة حلوة يعني على الإيد أهي برضه، عشان تبقوا شايفينها. حتة جميلة يا والله يا جماعة، كلت ملو. العدة المستخدمة يا جماعة بوصة 3 متر، خيط أساسي 30، الرمال 25. الدور طبعا بيتكتل، فأنا دلوقتي بنرمي علقف، ويا جماعة بناخد شوية غلة بنحطهم في بق كده ندغدغهم ونبدأ نتفتف بيهم في الدور، يعني نطورهم في الدور أكني نبخهم في الدور. بعد الحركة دي بالذات بيدخل عليها سمك. السمك دخل على المراية يا جماعة، اللهم صل على النبي. السمك دخل على المراية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اربع اربع على المراية يا رب يا كريم، عوض يا رب علينا عوض الصابرين. الله أكبر. تعالى يا حلو.
كده نهاية الفيديو يا جماعة، متنسوش بقى تعملولنا لايك، أحلى لايك ليكم يا جماعة، مساء الفل.